المرتل فوزي بشارة. تراتيل من الصوم الكبير والفصح المجيد. في كنيستنا الأرثوذكسية المرتل نجي الملائكة، في الخدمة الإلهية يهمس الملاك في أذن المرتل والمرتل يرجع لحن المرتل صدى للحن الملائكي في السماوات. المرتل الصالح ملاك بين ملائكة، على صوته تنزل الملائكة وتصعد وتطرب. فوزي مرتل يشارك الملائكة التسبيح الكنسي بأداء نقي يبعث الخشوع ودفء الإيمان. الأب الدكتور يوحنا لاطي، 2009. Oh.
يرنا يا